البابا تواضروس الثاني يترأس قداس الجمعة الحزينة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ويعلن عدم استقبال زائرين في العيد منعا لاختلاط مشاعر العزاء بالتهنئة. حبس 3 إرهابيين في استهداف كنيستي طنطا والإسكندرية. وقبيلة الأشراف تتبرأ من الإرهاب بلافتات لدعم الجيش والشرطة في محافظة قنا. وزارة الأوقاف تخصص خطبة الجمعة عن التكفير والفتوى دون علم. والوزير من الإسماعيلية: من مات مدافعا عن كنيسة فهو شهيد، مطالبا بالإبلاغ عن الخونة والعملاء حماية للدين والوطن. ووزيرة الاستثمار تبحث إقامة منطقتين استثماريتين ومزرعة حيوانية بالقليوبية.